السلام عليكم، معكم معلم قربان أبغاه. كما لقد قدمنا، كما قلنا قبل في سلسلة الدروس الضمائر، ونحن نقول في البشتو أيضا زميرنا، لا نقول ضميرنا، زميرنا، اللفظ الضاد هكذا ننطق، وأيضا نقول له في البشتو الأصلية نمزري. ففي أول درس نحن ماذا قلنا؟ فقط تعريف الضمائر، وقلنا أيضا وبعض توضيح، بعد تشريح، نحن نقول بالبشتو يعني الشرح، بعض من الشرح والتوضيح. فقلنا إن شاء الله في الدرس القادم سوف نتكلم عن أنواع الضمائر. نحن نقول لهم بالبشتو دنمزري دولنا أنواع الضمائر، أو نقول دنمزري قسمنا. اليوم درس ماذا؟ أنواع الضمائر البشتوية. فماذا نقول في البشتو؟ دنمزري دولنا أو دنمزري قسمنا. كم أنواع، كم أقسام عندنا في الضمائر؟ 9 أقسام. اليوم أنا سوف أقول لكم فقط أساميهم، فقط أسماء، يعني لكل اسم فيهم أجزاء، ولكل اسم تعريف خاص، ولكل اسم فيه درس كامل يعني، ولكل اسم هنا، لكل ضمير يجب علينا، لازم نصور تصوير خاص، يعني درس خاص يوري فيه أجزاء في كل ضمير، يعني في كل اسم. هنا فقط مجرد أسماء، أنا مجرد اسم أنا أتيته لكم، ولكن في كل واحد اسم في داخله في أجزاء، في تعريف، وأيضا أمثال. في البشتو نقول له نمزري أو زمير، وفي العربي للجمع ضمائر، ونحن نقول له زميرنا. فهنا عندنا 9 أنواع الضمائر البشتوية، لكل اسم له اسمان، لكل اسم، لكل ضمير له اسمان، أي واحد أسهل لك أنت اعلم وتعلم. وإذا أنت تعلمت اسمين فيكون لك أحسن لك، فالنور على نور. الأول زانغري نمزري. زانغري نمزري الأول ضمير، أول نوع، أول قسم الضمائر اللغة البشتوية، ما هو؟ اسمه زانغري نمزري. أو إذا هذا اسم صعب عليك قول شخصي نمزري، إذا هذا أيضا صعب عليك قول شخصي زميرنا. نكتب بالضاد بالبشتو، ولكن تلفظ النطق ما مثل زاي. الثاني بلوي يا سمتي نمزري. يا عندنا بالبشتو بمعنى أو بمعنى أم. مثلا نحن نقول جيب معك كاسة شاي بالعربي، جيب معك كاسة من الشاي أو كاسة من كافي أو كاسة من قهوة، أو نقول جيب معك كاسة من الشاي أم كاسة من القهوة. فعندنا مثل أو أم ماذا؟ أو بالعربي نقول أو، نحن بالبشتو نقول يا، أما بالعربي بالعكس، يا يقول لما واحد ينادي لأحد يا فلان، ذاك عندنا غير، نحن نقول إيه فلان، لا نقول يا فلان. مثلا يا زكريا، نحن نقول يا سمتي نمزري أم سمتي نمزري، يعني بلوي اسم، أول اسم بلوي وثاني سمتي نمزري، معناها اقتراحية واتجاه. الثالث ملكي
يا إضافي نمزري، يعني نفس الإضافي، يعني نحن نقول إضافي ملكي يا إضافي نمزري، أو نقول أو قول إذا صعب عليك قول ملكي نمزري، فقط ملكي نمزري، ملكي نمزري، أو قول ملكي زميرنا، أو قول إضافي زميرنا، إضافي ضميرنا، أي واحد سهل عليك قول ملكي زميرنا، ملكي نمزري، يا إضافي زميرنا، أو إضافي نمزري. الثاني فقط أسمع إن شاء الله، ثم في الدروس القادمة في كل اسم في كل الضمير درس خاص لحال لوحده. الثالث ملكي نمزري يا إضافي نمزري، عرفتم إن شاء الله يا ما معنى، كما نقول بالعربي أو أم هكذا. مثلا إن شاء الله سوف يعطيك القلم أحمد أو محمود، نحن نقول يا بي أحمد دركي أو يا بي محمود دركي، أحمد بي دركي يا بي محمود دركي، يعني سيعطيك أحمد أو محمود، يا عندنا هكذا. الرابع نغط نمزري، نغط نمزري، أو تقول يا إشاري نمزري، إشاري نمزري، أو أيضا تقول نغط زميرنا أو إشاري زميرنا، زميرنا أيضا نقول أو نمزري أيضا، ولكن كثير يعني أحسن جدا نمزري، زميرنا نحن أخذين يعني مأخوذة الكلمة من العربي، والفصحى البشتو نمزري. الخامس ناتك نمزري، ناتك نمزري يا مبهم نمزري، ناتك نمزري أول اسم، أو إذا هذا صعب عليك قل يا لا تقول فيه يا مثل أو كما قلت لكم، أو قل مبهم نمزري، مبهم نمزري، أو قل مبهم زميرنا، أو قل ناتك زميرنا، سهل أليس كذلك؟ خامس السادس بخت نمزري، بخت نمزري، إذا هذا صعب عليك هذا اسم لكل الضمير له أسماء اسمين، أو قل استفهامي زميرنا، استفهامي زميرنا، لما واحد يسأل يعني استفهامي زميرنا، أو قل بخت نمزري، بخت يعني استفهام، بخت نمزري، أم قل استفهامي زميرنا. سبع أليك نمزري، أليك نمزري، أليك نمزري، أو قل ارتباطي زميرنا، ارتباطي زميرنا، ارتباطي زميرنا، أو قل. الثامن ويك نمزري، ويك نمزري يا أداتي زميرنا، يا كما قلت لكم عرفتم إن شاء الله قل أداتي زميرنا، هذا ثاني اسم، ثاني أول الآخر له ثلاثة أسماء والباقي كله اسمين، قد نمزري أول اسم، طول نمزري، طول نمزري أو طول نمزري، أو يا اشتراكي زميرنا، اشتراكي زميرنا، كلهم له كل الضمير له اسمين في البشتو، أي واحد سهل عليك تعلم، وكما قلت لكم إذا تعلمت كلهم فيكون نور على نور. تكرار دنمزري دولنا، دنمزري دولنا يعني أنواع أقسام الضمائر، أو دنمزري قسمنا، قسمنا عندنا أيضا أنواع، أنواع، ودولنا أيضا أنواع. الأول زانجلي نمزري، زانجلي نمزري، هذا صعب عليك قل شخصي نمزري، شخصي نمزري أيضا صعب قل شخصي زميرنا، شخصي زميرنا.
الثاني بلاوي نمزري، بلاوي نمزري، أو قول سمتي نمزري، بلاوي نمزري، سمتي نمزري. ثاني الثالث ملكي نمزري، ملكي نمزري، أم قول إضافي نمزري، إضافي نمزري، أو قول إضافي زميرنا، أو قول ملكي زميرنا. صعب؟ لا شيء. الرابع نغط يا إشاري نمزري، نغط، قل نغط نمزري اسم واحد، ثاني إشاري نمزري، أو قل نغط زميرنا أو إشاري زميرنا. الخامس ناتيك نمزري، ناتيك نمزري، أو قل مبهم نمزري، يا بمعنى أو أم. السادس أخت نمزري، يا استبهامي زميرنا. السابع أليك نمزري، يا ارتباطي زميرنا. الثامن ويك نمزري، يا أداتي زميرنا. التاسع قد نمزري، طول نمزري، يا اشتراكي زميرنا. أنواع الضمائر في اللغة البشتو أم اللغة البشتوية، اللغة الأفغانية، كم أنواع؟ فيه تسعة أنواع، تسعة أنواع الضمائر. لكل اسم، لكل الضمير كم اسماء؟ اسمين. أي واحد سهل عليك تتعلم، إلا تاسع الأخير له ثلاثة أسماء، قد نمزري، طول نمزري، أو طول نمزري، أو اشتراكي نمزري. مرة الأخيرة، لأنه في بعض تلاميذ يسألون أنك سريع، فلهذا السبب المرة الثالثة سوف أكرر بالبشتو. لمرة زانغري نمزري، شخصي نمزري، زانغري زميرنا، شخصي زميرنا. دويم بلوي يا سمتي نمزري، دويم بلوي يا سمتي نمزري. دريم ملكي نمزري، إضافي نمزري، ملكي نمزري، إضافي نمزري، ملكي زميرنا، إضافي زميرنا. نغط نمزري الرابع، تلورم نغط نمزري، إشاري نمزري، زميرنا. الخامس بنزم ناتيك نمزري، يا مبهم نمزري، ناتيك زميرنا، يا مبهم زميرنا. شباغم بخت نمزري، يا استبهامي زميرنا. وم أليك نمزري، يا ارتباطي زميرنا. أتم ويك نمزري، يا أداتي زميرنا. نهم قد نمزري، طول نمزري، يا اشتراكي زميرنا. الأول هو واحد، الثاني الأول يعني لمري، الثاني دويم، الثالث دريم، الرابع تلورم، الخامس بنزم، السادس شباغم، السابع أوم، الثامن أتم، التاسع نهم. إن شاء الله إذا تعلمت الأسماء فإن شاء الله سيكون سهل عليكم في الدروس القادمة. هذا كل الضمير إجباري، بده كل واحد ضمير لازم نصور عليه الدرس، أو كي نشرح درس خاص. يعني في يمكن مثل التاسع والأول، يمكن الضمير واحد يمكن نصور عليه درسان أو ثلاثة، يعني طويل وصعب. هذول كان أسماء الضمائر في اللغة البشتوية. أتمنى إن شاء الله ليس يكون صعب عليكم، وإن شاء الله تتعلموا وتستفيدوا. هذا المواضيع في اليوتيوب وفي الإنترنت قليلة جدا، وخصوصا عن اللغة الأفغانية، عن لغة البشتونيين، لأن البشتونيين ليس كثيرون مثل الهنود أو العرب أو الأجنبيون. والثاني شيء، هي ليس اللغة القوية مثل عربي وإسباني أو إنجليزي أو روسي، ليست كبيرة، يعني كلهم تقريبا من 80 إلى 90 مليون شعب، أو 100 مليون في العالم. فلهذا أنتم
لازم تشاركوا مع أصدقائكم لكي يكون مشهور هذا المواد. يعني كثير الناس يبحثون عن هذه عن هكذا الدروس عن اللغة البشتو، ولكن ليست مشهورة هذه المواضيع في الإنترنت، ليست مشهورة، حتى القناة ليست موجودة. أنا أول قناة يعني أرى نفسي الذي يشرح الدروس في اللغة العربية، يمكن في اللغة الإنجليزية موجودة، ولكن للعرب للناطقين العرب أنا أرى المعلم الوحيد. فلهذا هذا عليكم، يعني في ناس أنتم لازم تساعدوهم يعني كي تأخذوا أجر أيضا، يعني ليس فقط إلي، أن تشاركوا هذا هكذا الدروس و مع أصدقائكم مع أقربائكم، لأن يمكن من شأن اشتراكك من أجل اشتراكك الذي يدور يبحث عليه عن هذا المواضيع عن هذا الدروس يمكن يعني يستفيد من أجل اشتراكك الواحد. فاشتركوا هذا مع أصدقائكم هذا الدروس، وإن شاء الله، لأنه أنا في القادم إن شاء الله يعني في كذا لغات الذي عندي من 5 إلى 6 7 لغات إن شاء الله أنا أحب وحابب وناوي إن شاء الله أقدم لكم الدروس وكذا، يعني إن شاء الله في طريقة جديدة وسهلة جدا إن شاء الله. حاليا نحن لا يوجد في اليوتيوب قط حتى بالإنترنت كله، يعني لا فيسبوك ولا جوجل كامل، لا يوجد دروس اللغة البشتو. الدروس المهمة هامة جدا في اللغة البشتو أقدم إن شاء الله، ثم إن شاء الله سأبدأ بالإنجليزي أيضا، والآن أيضا بدأت يعني إن شاء الله، بس أنتوا المهم أن تشاركوا هذا وشجعوني، شاركوني شجعوني لكي أخدمكم أكثر. يلا السلام عليكم. افغانهم يم يا ثنا لي كي پٹھان هم يم وزانا زيغم خان يا ديغم كم پهر ميدان فتان